الساعات الأخيرة انخفضت درجات الحرارة بشكل يعني رهيب، نكاد نتجمد من البرد. فما بال الأطفال والشيوخ هنا في هذه المخيمات، مع اقتراب ساعات الليل بدأ الضباب يتشكل بين الخيام بشكل كبير. وأيضا هناك مناشدات من النازحين ومن العائلات في هذه المخيمات للمنظمات الإنسانية لتدارك هذه الأوضاع الصعبة حقيقة. إضافة إلى أن غالبية العائلات تشكو في السابق من ضعف استجابة المنظمات الإنسانية ووكالات الغوث، هذه المخيمات التي أنشئت على المرتفعات الجبلية في المنطقة الغربي على امتداد السلاسل الجبلية في الساحل السوري. هذه العائلات نزح سكانها من ريف اللاذقية منذ سنوات، وهم يعانون هذه الأوضاع الإنسانية الصعبة مع كل شتاء دون أن يكون هناك تحسن في أوضاعهم حقيقة، على اعتبار أن هذه المرتفعات الجبلية وغرق الطرقات، عدم دخول صهاريج المياه إلى داخل المخيمات، غياب شبكات الصرف الصحي، كل هذه الأمور تزيد من المعاناة. مع بداية المنخفض الجوي تضاعفت هذه المعاناة، وهم أيضا الآن أمام معاناة ربما جديدة مع بدء ذوبان الثلوج، ربما تسرب مياه الثلوج إلى داخل خيامهم، وربما آلاف العائلات تشرد من جديد. هناك عائلات تطالب القائمين على العمل الإنساني هناك في شمال سوريا